أهلا بكل متابعي الكرام، هحكي لكم النهاردة حكاية جديدة من موسوعة نورهان، والنهاردة هحكي عن القصة الحقيقية لفيلم المرأة والساطور، وبوعدكم النهاردة بحلقة شيقة جدا، واتمنى تتابعوني للنهاية. من فضلكم قبل ما أبدأ الفيديو تشجعوني بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان أقدر أستمر وأقدم الجديد وأقدر أعمل فيديوهات من النوعية دي. فيلم المرأة والساطور تم إنتاجه عام 1997، وهو من بطولة نبيلة عبيد وأبو بكر عزت وعبد المنعم مدبولي، ومن إخراج سعيد مرزوق. تدور أحداثه حول سعاد قاسم، وهي أرملة جميلة بتصادف رجل ادعى إنه رجل ثري ومعه مال وصاحب نفوذ، فأعجبت به وتزوجته، ولكنها اكتشفت إنه نصاب وحياتها تحولت إلى بؤس وفقر. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت في الإسكندرية عام 1989، عندما بادرت امرأة بتقطيع زوجها بالساطور، وكانت حادثة شنيعة أثارت الجدل في كل أنحاء مصر. في أحد شواطئ الإسكندرية عام 1989 تم العثور على جريمة بشعة، وهي لرجل مقطع إلى أشلاء أرعب الناس اللي كانوا موجودين في المصيف. وعندما تم كتابة الخبر على صفحات الجرائد أثار ضجة كبيرة لبشاعة الجرم، مما دفع الشرطة لتكثيف جهودها للقبض على الجاني لإنهاء حالة الجدل اللي قامت في مصر كلها. الجثة وهو إلهامي فراج، عندما تم التعرف على جثة المجني عليه كانت أصابع الاتهام حول الزوجة التي انهارت بعد محاصرتها بالأسئلة والأدلة، واعترفت إنها من قامت بجريمة القتل. ناهد القفاص كانت من أسرة متوسطة الحال، والدها كان على المعاش ولديها 3 أشقاء ولديها ابنة، ولم تكمل تعليمها غير الشهادة الإعدادية، ولكنها تزوجت من رجل ثري عربي وبعده تاجر إسكندراني. استطاعت من ورائهم جمع ثروة كبيرة، وتعرفت على إلهامي في رحلة قطار من القاهرة إلى الإسكندرية، وعرض عليها إن هو يقوم بتوصيلها إلى منزلها في سان ستيفانو، ونصب شباكه حول ناهد فوقعت في فخه العاطفي وتزوجته، واكتشفت بعد ذلك إنه نصاب وتزوجها للمصلحة، وبدأ في أساليب التهديد حتى استولى على شقتها المكونة من 6 غرف وسيارتها الفيات 132، كما إنه اشترى بأموالها فيلا في كينج ماريوت وكتبها باسمه، واستولى أيضا على مجوهرتها وكانت بتقدر بحوالي 100,000 جنيه، واستولى على أموالها اللي كانت في البنك وصلت ل35,000 جنيه. وعن يوم الحادث وكيف وقعت الجريمة، قالت ناهد إنه في يوم كانت بتقوم بشراء سمك من سوق العمرية هو قريب من كينج ماريوت، وقبل ما أن تصل إلى حديقة الفيلا سمعت صراخ ابنتها، وعندما دخلت البيت وجدت زوجها يحاول اغتصاب ابنتها، ولم تقوم هي بفعل أي شيء غير إنها صفعت ابنتها وصرخت في وجهها وأخذتها إلى بيت والدتها، ثم عادت إليه وكان نائم لا يرتدي سوى بنطلون البيجامة، وجلست ناهد بالقرب من السرير وبجانبها طبق من التفاح وسكينة، وبدلا من أن تقوم بتقطيع التفاحة وجدت نفسها تقطعه هو، ولم تتوقف عن الطعنة الأولى بل استمرت في تقطيعه وهي تغرز السكين في جسده وتحدث نفسها هذه الطعنة من أجل ما قمته بفعله معي، وهذه من أجل ابنتي، وهذه من أجل أبي وأمي. ثم قامت بإحضار حقيبة قديمة وضعته بها، وشعرت فجأة بأن إسكندرية كلها ضيقة ولم تدري أين تقوم بإخفاء جريمتها، ووجدت أحد المباني المظلمة خلف مدرسة وألقت الحقيبة بها، ثم ذهبت إلى شقة أمها وظلت بها 6 أيام. وكشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أصعب مشهد لها وهي في تصوير الفيلم عبر حسابها على انستجرام، وقالت إن المشهد اللي تعبها جدا ومن أصعب المشاهد في الفيلم خلال حديثها مع المحقق، ولكي تصل كل المشاعر إلى المشاهدين عن القلق والمشاعر الداخلية اللي عانت منها ناهد. وتعتبر قصة ناهد هي القضية الوحيدة في جرائم قتل الأزواج ولم يتم الحكم فيها بالإعدام شنقا،
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد، ثم بعد ذلك تم تخفيف العقوبة إلى 15 عام. إذا عجبك الفيديو عزيزي المشاهد، من فضلك قبل ما انهي الفيديو بتشجعني بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان أقدر أستمر وأقدم الجديد وأقدر أعمل فيديوهات من النوعية دي. وشاركنا بآرائك في قسم التعليقات، وإلى اللقاء يا أحلى متابعين.